ومعانا على التليفون دلوقتي الكابتن وائل رياض مدرب منتخب مصر الاولمبي. دلع على السلامه يا كابتن وائل. الله يخليك يا كابتن اسامه، ربنا يخليك وببارك لك طبعا على البرنامج الجميل بتاعك، وان شاء الله تبقى يعني حلقات مميزه وتقدر انت تغطي اشبال مصر كلهم باذن الله ومسابقات كلها ان شاء الله. طمنا بقى على المنتخب الاولمبي، خاصه ان انت لسه راجع من الامارات وكان عندكم ماتشين مهمين مع منتخب الامارات. ولا حاجه، احنا ده يعني استكمالا للاستعدادات بتاعتنا عشان البطوله بتاعتنا باذن الله لك موجوده في مصر في نوفمبر 2019، بطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 باذن الله. فكابتن شوقي عمل مجموعه من المباريات الوديه طبعا مرتبطه بالاجنده الدوليه عشان المنتخب الاول، يعني في نفس توقيتات المباريات الرسميه والوديه للمنتخب الاول. انت كمنتخب اولمبي بتبدا تعمل مبارياتك مع نفس الجدول ده، فالمنتخب الاول كان عنده اجنده، فاحنا طبيعي برضو عندنا اجنده دي دوليه، واتفقنا مع منتخب الامارات على اقامه مباراتين ما بيننا وما بينهم، وتعادلنا في المباراه الاولى وضيعنا كم كبير جدا من الفرص، وفي المباراه الثانيه كسبنا 1-0 برضو، انما المباراه كانت تخلص بسكور اكتر من كده، ولكن كان في عدم توفيق شويه من المهاجمين بتوعنا، انما في الكوره وارد جدا ومهم ان انت تكسب في اي ظروف، والحمد لله ده اللي حصل. يعني لعبنا كم من المباريات، ان شاء الله لسه عندنا مباراتين في شهر نوفمبر القادم، ويبقى عملنا في 2018 منذ تكويننا في شهر فبراير عملنا 10 مباريات وديه، ولسه ان شاء الله نلعب 10 مباريات وديه زيهم في 2019. ابرز الفرق الافريقيه اللي لعبتوا مع مين يا كابتن وائل؟ لا، الفرق لعبنا تونس ولعبنا الجزائر. ثلاث مباريات لعبنا تونس، مباراه اتغلبنا فيها 2-1 تونس، ولعبنا الجزائر مباراتين اتعادلنا مباراه وكسبنا مباراه. وعندنا يمكن شهر 11 اللي جاي ان شاء الله باذن الله عندنا مباراتين مع منتخبين باذن الله افريقيا، تونس مباراه منهم. يعني اكيد طبعا الاختيارات بتتم من الدوري الممتاز، ليهم الاولويه او من المحترفين، لكن يعني الكابتن شوقي غريب مع الجهاز المعاون ليه، بتنزلوا دوري الشباب بتاع 97 يا كابتن وائل؟ يمكن زي ما انت قلت، يمكن احنا طبيعي جدا ان اللاعب بيلعب مع الفريق الاول، مواليد 97 بيلعب مع الفريق الاول، اذا احتكاكه هيبقى اكبر، اذا خبراته هتكتسب بشكل اقوى، حتى تمرينه هيبقى مختلف مع الفريق الاول عنه عن فريق الناشئين او فريق الشباب او الفريق الاولمبي بتاع النادي بتاعه مواليد 97، فبيبقى ليه الاولويه اكيد، ولكن ما بنحاولش ان احنا نظلم حد، فبننزل كل المباريات بالتنسيق مع الكابتن شوقي، بنحط جدول كل المدربين بيبداوا ينزلوا، الفنيين طبعا بينزلوا يتفرجوا على المباريات بتاعت المسابقه بتاعت 97. اتفرجنا على كذا فريق، واكيد هنعمل في فكره كده ان شاء الله كابتن شوقي يعني احتمال يطبقها، هي ان يحصل تجمعات صغيره وقصيره للاعبين المميزين من دوري الشباب. تمام. عشان نقدر ان احنا نحكم عليهم بشكل قوي. يعني الفرصه متاحه للجميع في المنتخب مصر الاولمبي. احنا طبعا عارفين ان الاولويه دايما لمنتخب مصر الاول، ممكن نشوف رمضان صبحي خلال المباريات الرسميه مع المنتخب الاولمبي؟ وارد طبعا بشكل قوي جدا ان يحصل تنسيق ما بين المدير الفني كابتن شوقي غريب للمنتخب الاولمبي وبين جيري المدير الفني للمنتخب الاول حول رمضان صبحي، محمد صادق من الاسماعيلي، صلاح محسن من النادي الاهلي، دول الثلاثه اللي يمكن انضموا الفتره اللي فاتت، وكمان غايب عن ذهنك دلوقتي. ايه؟ اتفضل كابتن وائل. بيحصل تنسيق بشكل قوي جدا عن اللعيبه المختاره، بحيث ان احنا نبقى عارفين مين اللي ممكن يكون موجود معانا ومين اللي مش موجود، بس اعتقد في المباريات الرسميه كابتن اسامه يعني هيبقى اكيد منتخب مصر الاولمبي هيبقى فيه كل العناصر القوه بتاعته، لان احنا بنمثل مصر وبنلعب عشان نوصل للاولمبياد، فاكيد مش هيحصل اي خلل في التنسيق ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. ان شاء الله كابتن وائل رياض مدرب منتخب مصر الاولمبي، بنتمنى لك التوفيق انت وكل الجهاز اللي معاك، كابتن شوقي غريب طبعا المدير الفني وكل محمد شوقي وكل العناصر الموجوده، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ونقدر مصر تروح الاولمبياد.